وصل الرئيس السيسي السعودية في مستهل زيارة رسمية، وكان في استقباله ولي العهد محمد بن سلمان. وعقد الرئيس السيسي لقاء مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأكد أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، كما شدد أيضا على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر. توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتحية لنساء مصر بمناسبة يوم المرأة العالمية، وأكدت أنه على مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها كأم حنونة وزوجة وفية وأخت فاضلة وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن واشنطن أوصلت العلاقات مع موسكو إلى نقطة لا عودة، وعليها أخذ مجالات النفوذ الروسي في الحزبان. وأضافت الخارجية الروسية أن الأمل في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة ما زال موجوداً، ويتعين على البلدين العودة إلى مبدأ التعايش السلمي على غرار فترة الحرب الباردة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية طلبت 10 مليارات دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا، مضيفاً أن واشنطن تعمل مع شركائها على تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة أي تهديد. ودعا بلينكن روسيا إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية في أوكرانيا، مجدداً التأكيد على رغبة واشنطن في حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً. قال البيت الأبيض إن الصين وحدها غير قادرة على التخفيف من وطأة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الصين تلتزم بالعقوبات التي يتم فرضها على موسكو، وحال عدم التزامها بالعقوبات ستتخذ واشنطن خطوات مناسبة. تواصل أسعار النفط ارتفاعها متخطية حاجز 120 دولاراً أمريكيا متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية. هذا وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت 126 دولاراً و83 سنتا للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي 122 دولاراً و50 سنتا للبرميل. بعث وزير الداخلية محمد توفيق برقية تهنئة لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر بمناسبة يوم الشهيد. وأكد توفيق أن الجميع يتذكر بكل إعزاز وتقدير أبطال القوات المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعاً عن الوطن المفدى وترابه المقدس، وسطروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات.